أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها مستوى الدعم الإقليمي والدولي للإجراءات الحكومية الأخيرة ذات الطابع الاقتصادي. تبذل الحكومة جهود حثيثة للإيفاء بتبعات قرار الرئيس هادي نقل البنك المركزي اليمني للعاصمة السياسية المؤقتة عدن، وتصرف جزء من جهودها لحشد تأييد المجتمع الدولي من أجل دعم هذا القرار الذي مثل في نظر المراقبين انتصارا مهما للحكومة في معركتها الاقتصادية مع الانقلابيين. أحدث التحركات الدبلوماسية الحكومية لحشد الدعم السياسي في معركتها الفاصلة. لقاء الرئيس هادي بوكيل وزارة الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية توماس شانون، حيث أكد فيها دعم بلاده للحكومة الشرعية اليمنية انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الشعب وحرصها على السلام. الموضوع ذاته تصدر أجندة لقاء رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر القائم بأعمال السفير الأمريكي في اليمن ريتشارد رايلي، والذي جدد التأكيد على مواقف بلاده الداعمة للحكومة الشرعية الهادفة لتحقيق السلام العادل والقائم على قرارات مجلس الأمن. هذه التحركات السياسية التي تخوضها الحكومة والرئيس هادي في هذه المرحلة من شأنها كسب ورقة الدعم الإقليمي والدولي لإجراءاتها الأخيرة وتسهيل إمكانية التعامل مع العالم الخارجي، لا سيما في التعاملات المصرفية والمالية وإنقاذ الاقتصاد الذي أطاح به الانقلابيون حيث صار مهدد بالانهيار الشامل. لكن هذه التحركات لم توضح حتى الآن مدى إقناع منظمة التعامل الدولية المالية بهذه الإجراءات، وما تزال الكثير من الضبابية تحيط بهذا المستوى من التفاعل. نتوقف مع هذه المستجدات لنناقشها في هذه الحلقة من زوايا الحدث في محورين. المحور الأول عن مستوى الدعم الإقليمي والدولي للإجراءات الحكومية الأخيرة ذات الطابع الاقتصادي، والمحور الثاني عن مدى نجاعتها في كسب المعركة ضد الانقلابيين. نستهل الحلقة بتقرير حول الموضوع للزميل ياسين التميمي. مضى يومان منذ أن قرر الرئيس هادي نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، وخلال هذه الفترة لم يتوقف الرئيس ورئيس وزرائه عن التحرك في مسعى يهدف وفقا للمراقبين إلى حشد المزيد من التأييد للإجراءات التي أنهت سيادة الإنقلابيين على المالية العامة وعلى الشؤون الاقتصادية للدولة. تخوض الحكومة معركتها ذات الطابع الاقتصادي ليس مع الإنقلابيين ولكن مع الأطراف الدولية التي يبدو أنها باتت تتعامل مع قرار نقل البنك المركزي باعتباره أمر واقع ويخص السيادة المكفولة لأي سلطة شرعية في دولة ذات السيادة. في لقاء الرئيس هادي مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية توماس شانون غابت أي إشارة إلى موضوع البنك المركزي، وليس لهذا الأمر من تفسير سوى أن الدولة العظمى المعنية بالشأن اليمني لم تعد تتوقف عند هذه النقطة. لكن تأكيدات المسؤول الأمريكي فيما يخص دعم الرئيس هادي انطلاقا من مسؤوليته تجاه شعبه وحرصه الصادق نحو السلام حملت ضمنا قبلا أمريكيا بإجراءات الرئيس وحكومته. الموضوع ذاته تصدر أجندة لقاء رئيس الوزراء مع القائم بأعمال السفير الأمريكي في اليمن ريتشارد رايلي. رئيس الوزراء شدد على أن نقل البنك المركزي إلى عدن وتغيير إدارته بعد انتهاء فترة عملها يأتي استشعار للمسؤولية تجاه كل الشعب اليمني بعد أن أوقفت الميليشيا مرتبات الموظفين وأقامت بإيقاف النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية. تأكيد رئيس الوزراء أن الحكومة ستفي بكل ما عليها من الالتزامات بالدين الداخلي والديون الخارجية يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي في ظل نفوذ الميليشيا كان قد أقصى الحكومة تماما وعطل دورها على الرغم من تبعيته الإسمية لها، ما يجعل من هذا القرار انتصارا حقيقيا أنجزته الحكومة وهزيمة مرة للإنقلابيين. نبدأ بمناقشة موضوع هذه الحلقة مع السكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية الأستاذ مختار رحبي. أهلا بك أخي مختار. اهلا وسهلا بك يا اخي سامي وبالمشاهدين الكرام وضيوف الكرام جميعا. مختار، بدايه هل يمكن القول ان منظمه او يعني المنظومه الماليه الدوليه هل تتعامل الان او باتت يمكن القول انها باتت على قناعه كبيره بخطوه نقل البنك المركزي الى عدن، ام انها ستتعامل وتتعامل مع هذه الخطوه من حكومه الرئيس هادي كامر واقع؟ اولا بالنسبه للمجتمع الدولي والمؤسسات النقديه الدوليه كانت مطلعه على الوضع المالي في اليمن وكانت ايضا حاضره في اتفاق تم اجرامه في العام الماضي في العاصمه الاردنيه عمان. كان هذا الاتفاق كان
يعني يقضي بحيادية البنك المركزي واستمرارية التعامل مع البنك المركزي على أن يظل البنك المركزي محايد وأن يستمر في دفع الرواتب لكافة أبناء الشعب اليمني في القطاع المدني وكذلك العسكري، لكن لم يتم الالتزام بهذا الاتفاق، بل أن الميليشيات الإنقلابية ظلت كل شهر تسحب ما يقارب 25 مليار ريال يمني، وأيضا قامت بسحب الاحتياطي النقدي الذي كان متواجد في البنك المركزي وهو ما يقارب من 4 مليار ونصف المليار، وبددت كل هذه المبالغ المالية وقامت بنهب هذه الأموال التي كانت موجودة. ورأينا كثير من القيادات الميليشيات الإنقلابية تضخمت أموالهم ودخلوا في تجارة مشبوهة وأصبحوا تجار في السوق في كافة القطاعات. بالتالي الحكومة اليمنية لا تتعامل وكأنها وحيدة، بل أنها تتعامل مع المجتمع الدولي في القطاع السياسي وكذلك في القطاع النقدي. هل تم اتخاذ الخطوة بالتنسيق وهناك ضوء أخضر يعني لحكومة الرئيس هادي أن تقوم بنقل البنك المركزي وتغيير مجلس الإدارة؟ يعني هل تم هذا بالتوافق مع المجتمع الدولي ومع كل الأطراف الدولية التي لطالما طالبت بتحييد الاقتصاد وتحييد البنك المركزي في عمله؟ اولا بالنسبه لي اللقاءات كانت مكثفه خلال الشهر الماضي برئيس الجمهوريه، وبالنسبه للقرار وتغيير مجلس الاداره فهذا اعتقد ان هذا القرار اتخذه رئيس الجمهوريه بعد مشاورات وبعد يعني كانت هناك سلسله من اللقاءات سواء مع المجتمع الدولي وكذلك مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعتبرون شركاء لنا في ما يحصل في اليمن سواء في الجانب العسكري وكذلك في الجانب المالي. ولا ننسى ان المملكه العربيه السعوديه التي تعتبر اكبر داعم لليمن سواء في الجانب السياسي والعسكري وكذلك في الجانب الدبلوماسي. بالتالي لا اعتقد ان خطوه كبيره مثل هذه سيتم اتخاذها بعيدا عن المجتمع الدولي، بعيدا عن المؤسسات النقديه الدوليه، بعيدا عن المجتمع الاقليمي، وايضا بعيدا عن الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. هذه النقطه حساسه وكذلك ملف هام جدا، لا يمكن ان يتم اتخاذ قرار بعيدا عن اجماع دولي. سأعود لك أستاذ مختار، أذهب إلى الأكاديمي والباحث في شأن الاقتصادي الدكتور سليمان الناصر. أهلا بك دكتور سليمان. أهلا ومرحبا بك عزيزي. دكتور سليمان، يعني من المؤكد أن هذه الخطوة التي اقدمت عليها حكومة الرئيس هادي هي مدركة لمدى الالتزامات الضخمة التي تترتب عليها، برأيك إلى أي حد يمكن أن تنجح حكومة هادي وبن دغر في الإيفاء بهذه الالتزامات الضخمة المترتبة على هذه الخطوة؟ بالنسبة لرأيي الشخصي ومتابعتي البسيطة لتعقيبا على قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، أتوقع وأنا على ثقة كاملة بأن القرار يأتي كنتيجة لخطوات سابقة ومناقشات مع دول التحالف. نتوقع ذلك ونتمنى ذلك ونحن على ثقة كبيرة بذلك. ما نخشاه ونخافه أن يكون القرار اتخذ دون استكمال كامل الترتيبات التي نعتقد أنها ذات أهمية كبيرة لتلافي كثير من التداعيات. ألا وهي هذه الترتيبات؟ ألا وهي ما هي؟ نقل البنك المركزي له بعدان، هناك بعد سياسي وهناك أيضا بعد اقتصادي. سياسيا هو يشكل ضربة موجعة للانقلاب في صنعاء ويندرج تحت أدوات الحرب الحالية والتراشق وكسب النقاط. اقتصاديا هو يعتبر تحت أي ضرر سيكون أو أي تداعيات سيئة ستكون سيكون ذلك أفضل ويشكل حل لإيقاف التصرفات الغير مسؤولة وسيساعد على دفع كثير من الاستحقاقات ذات العلاقة بالحكومة الشرعية. نحن يجب أن ندرك أن البنك المركزي هو منظم للعمليات المالية في البلد ولا يضخ أموال إلا بناء على تنسيق مع وزارة المالية أو في حالة المساعدة لاستقرار العرض والطلب على العملة. طيب دكتور سليمان، ما رأيك في دكتور سليمان في نقطة أود مناقشتها معك، نقطة أنه هذا القرار عندما اتخذ من حكومة الرئيس هادي وبن دغر، هل كان بعد أن زالت الأسباب التي كانت تجعل المجتمع الدولي والمؤسسات المالية النقدية الدولية تمنع نقل البنك المركزي وتطالب بتحييده في المعركة الجارية، هل انتهت كل هذه الأسباب وزالت؟ نعم، أم أن نعم، هذا الإجراء اتخذ كأمر واقع من قبل حكومة الرئيس هادي وبن دغر؟ نعم، أنا مع الخيار الآخر أنه اتخذ كأمر واقع، ولكننا أيضا نعتقد أن الحكومة ورئيس الجمهورية قد قاموا بما يستطيعون لتلافي كثير من التداعيات.
هناك تخوف كبير من عدم تطبيق القرار بشكل يكفل تغطية كامل تداعياته. هناك أيضا تخوف من أن يكون مقدمة لاستقلال مالي في الجنوب. هناك تخوف من عدم وجود قاعدة بيانات كاملة لدى طاقم البنك الجديد إلا إذا تم التفاهم مع صنعاء، ولا نعرف البدائل لذلك. هناك أيضا من تم تعيينهم بعد الانقلاب، هناك هل سيدفع لهم البنك الجديد عن طريق وزارة المالية رواتبهم؟ نعتقد أنه يجب أن ينظر للقرار بإيجابية والاستعداد لما هو أهم من ذلك، وخصوصا فيما يتعلق بالجانب الأمني في عدن. طيب إذا كانت اتخذت هذه الخطوة كأمر واقع أراد فرضه الرئيس هادي، ما الذي يمكن أن يترتب عليها؟ ما الذي يمكن أن يترتب على خطوة الأمر الواقع التي أراد الرئيس هادي وضع المجتمع الدولي أمامها؟ يعتمد اعتماد كلي على المبالغ التي سيضخها التحالف ممثلا في دول مجلس التعاون إلى البنك المركزي في عدن. يعتمد على قدرتهم على إدارة الوضع الاستثنائي حاليا وتغطية رواتب الموظفين. إذا استطاعوا إدارة هذا الوضع ولو بما يمكن أن نقوله بنسبة معقولة من الإيجابية، أعتقد لن يكون هناك مشاكل كثيرة. وحتى لو كان هناك تداعيات بسيطة فإنها لا تستمر ويمكن تلافيها. سأعود لك دكتور سليمان، أعود مرة أخرى. هناك نقطة أخي العزيز مهمة، وهي الشركات والإيرادات الواقعة تحت تصرف الانقلاب لا نعلم كيف ستتعامل معها. سنناقش هذه النقطة لاحقا في الحلقة. أعود مرة أخرى للأستاذ مختار رحبس. أستاذ مختار، الخطوة هذه كما يراها البعض ومنهم دكتور سليمان أنها ربما تمثل ضربة موجعة للانقلابيين في ضمن المعركة الدائرة، لكن الانقلابيين في آخر المواقف الصادرة عنهم والتي رصدناها، أستاذ مختار فقدنا التواصل مع مختار الرحبي السكرتير الصحفي السابق في رأس الجمهورية، سأعود له في هذه الحلقة مرة أخرى وينضم ربما إلينا من سأعود إلى الأكاديمي والباحث في الشأن الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر. دكتور سليمان، قبل أن نتناقش في نقطة التساؤل الذي طرحته حول أن الموارد التي لا زالت تحت سيطرة المناطق التي تحت سيطرة الانقلابيين، هل ستورد الأموال من هناك أم ستبقى تحت سيطرتهم، وكيف سيتم التعامل معها؟ قبل أن نناقش هذه النقطة، أنت أشرت إلى موضوع التحالف ودعمه لهذه الخطوة وتمويله للمؤسسات المالية الخاضعة لسيطرة الرئيس هادي. سؤالي عن باعتقادك لأي حد هناك، أو كيف يمكن توصيف مستوى الدعم المقدم من التحالف للرئيس هادي وحكومته بعد اتخاذ هذه الخطوة؟ أعتقد ونحن كمراقبين نعتقد أن خطوة هذه لن تتم بدون التنسيق مع دول التحالف وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، وستكون هي على استعداد كامل لتحمل تلك التبعات. ما نتمناه وما نطلبه من الحكومة الشرعية أن تساهم في تطمين المواطنين على آلية الرواتب التي ستقوم بدفعها وكيفية دفع ذلك، أن تستمر في عقد المؤتمرات الصحفية بشكل دوري لنعلم تماما وضع البنك المركزي في عدن، ليتم تطميننا عن طريق إبلاغ المراقبين بمعلومات إيجابية عن المبالغ التي سيضخها التحالف مستقبلا، أو التي نسمع إشاعات أنه أو معلومات أنهم حاليا بصدد ضخها. نتوقع إيجابية في ذلك، وأنه أن القرار لم يتخذ إلا بناء على تفاهمات مع دول التحالف المعنية. نعم. طيب في دقيقة قبل أن أختم معك دكتور سليمان، النقطة التي أشرت إليها والتساؤل حول موضوع إذا ما كانت الأموال ستورد من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أنت ما توقعاتك في هذه النقطة؟ هناك احتمالان، نقول ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أول هذه الاحتمالات هو موافقة الانقلاب على التنسيق لتوريد العاصمة المؤقتة عدن. هذا الاحتمال ضعيف جدا. ثاني هذا الاحتمال هو أن عدد كبير من الشركات في صنعاء سيتم إغلاقها وستنتقل نشاطها إلى عدن. الاحتمال الثالث هو أن هذه الشركات ستتعرض لعقوبات، ستتعرض لمضايقات كثيرة بالنسبة للتعاملات الدولية، بما يجعلها تتجه لإيجاد حلول إيجابية في التعامل مع البنك المركزي في عدن.
شكرا جزيلا لك دكتور سليمان الناصر الأكاديمي والباحث في الشأن الاقتصادي، كنت معنا في هذه الحلقة من زاوية الحدث. أعود مرة أخرى للأستاذ مختار رحبي. أستاذ مختار، في نقاشنا مع دكتور سليمان تطرقنا إلى نقطة موقف الانقلابيين من هذه الخطوة، هي ربما وصفت الخطوة بأنها ضربة موجعة لهم، لكن هم في أحدث مواقفهم الصادرة قالوا بأن هذه الخطوة ربما هي في حكم العدم، وأن البنك المركزي سيواصل عمله من صنعاء بكل شفافية وحيادية. كيف تنظر لهذا الكلام؟ وإذا ما ناقشنا نقطة أنها شكلت لهم ضربة موجعة، ضربة موجعة متى يمكن الحديث أنها ضربة موجعة؟ وهناك حديث عن أن حكومة بن دغر وهذه ربما لا تستطيع الالتزام أو الإيفاء بالتزاماتها بعد هذه الخطوة، لا توجد لديها سيولة، لا توجد لديها أموال. أولا اتخاذ الحكومة لهذه الخطوة وهي خطوة كبيرة جدا، لا يمكن أن يتم اتخاذها كذا بشكل اعتباطي، يعني وكأنها نزوة قاموا باتخاذ هذا القرار وقاموا بنقل البنك المركزي بدون التنسيق مع دول التعاون، مجلس التعاون الخليجي، ولا يمكن أن يتم هناك إجراءات لبخ الأموال وكذلك إجراءات شغل البنك المركزي في مدينة عدن. أما بالنسبة للإنقلابين، الإنقلابين في الرمق الأخير وهم يعانون أشد المعاناة، وظهر ذلك جليا من خلال تصريحات القيادة الحوثية، وهذا وجع ظاهر من قبل القيادات حيث انتقدوا انتقاد شديد موضوع نقل البنك المركزي، إضافة إلى أنهم يعانون معاناة كبيرة بسبب عدم وجود سيولة مالية في البنك المركزي في صنعاء. وبالنسبة للحكومة ألا تعاني؟ ألا توجد لديها أزمة؟ الحكومة تعاني بسبب أنهم غير متواجدة في اليمن، لأنها موجودة خارج اليمن، وبأن الإيرادات بدأت قبل أشهر فقط تضاف إلى الحكومة اليمنية، النفط بدأ بإعادة التشغيل وكذلك الغاز وكذلك إرادة المنافذ، إرادة المناطق المحررة، ونحن نعرف أن جميع المناطق المحررة هي التي تمتلك الثروة، النفط والغاز وكل الإيرادات الدولة هي في المناطق المحررة وليست في صنعاء أو في أمران أو في صعدة، بالتالي الإيرادات هناك إيرادات في الحديدة في العاصمة. نعم يعني فقط هو ما الذي يمتلكه الحوثيين حاليا. طيب ما رأيك أن نخصص وقت في هذه الحلقة لمناقشة هذا الموضوع والموارد التي ما زالت تحت سيطرتهم، لكن لا بأس من أن نشرك معنا الدكتور خالد الهميل الكاتب والسياسي السعودي. أهلا بك دكتور خالد. أهلا وسهلا بك دكتور خالد. بداية، باعتقادك كيف تنظر الرياض إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة هادي وبن دغر، وما هي المكاسب التي ربما تفضي إليها مثل هكذا إجراءات؟ في الواقع أنه القرار اللي اتخذه الرئيس هادي بخصوص نقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن هو قرار حكيم وجاء متأخرا، كان ينبغي أن يسبق ذلك بفترات طويلة. البنك المركزي كان تحت هيمنة الحوثي والمخلوع، صرف منه الحوثي 2 مليار دولار بعثرها على ذبح الشعب اليمني، وما كان ينبغي أن ينقل هذا الملك من بداية الانقلاب، لكن الضغوط الدولية الأمريكية أعتقد هي التي حالت دون ذلك، الذين يحاولون أن يمكنوا الأقليات ليس في اليمن بس ولكن في الدول العربية كلها من الهيمنة والسيطرة، وهذا مبعث فوضى في الدول العربية بشكل كامل. السياسة الأمريكية أعتقد هي السبب في ذلك، وقرار الرئيس هادي كان قرار شجاع وينبغي على دول التحالف أن تدعمه بالسياسة والأمن وكل الخطوات المشروعة. تتحدث عن ضغوط مورست على حكومة الرئيس هادي ومنعت نقل البنك المركزي والإقدام على هكذا خطوة، باعتقادك هل انتهت الأسباب التي كانت تمنع ذلك؟ هل باتوا على قناعة أم أن الأمور اتخذت كما يقال أمر واقع، وضعوهم أمام أمر واقع؟ في الواقع الضغوط لم تشمل رفض نقل البنك المركزي فيما سبق، الضغوط شملت عدم تصدير البترول، قيام الحكومة شرعية بتصدير البترول عبر حضرموت وعبر مناطق أخرى، كان ينبغي أن يسمح لها بتصدير بترولها لتصرف على شعبها ومدنها وأمتها، لكن الضغوط الأجنبية هي التي كانت تعاقب ذلك. أعتقد أن القرار هو قرار يمني شجاع صرف، وأعتقد أنه مدعوما من المملكة العربية، أعتقد مدعوما من دول التحالف والمملكة العربية السعودية، وينبغي أن يكون مدعوما منه هذه الدول، لأن ترك البنك المركزي في 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 يد الحوثي الذي صرف أكثر من 2 مليار دولار على مذابح الشعب اليمني، هذا خير لا يستقيم مع الواقع ولا المنطق ولا الشرعية
ولا الأخلاق الإنسانية بشكل كامل. طيب أستاذ هناك بالبقاء معنا دكتور خالد، أعود للأستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار، إذن ربما سمعت في حديث دكتور خالد يتحدث عن أن ما كان يمنع اتخاذ هذه الخطوة هو ضغوط تمارس وتحديدا من المعسكر الأمريكان. فقدنا الاتصال بالأستاذ مختار الرحبي، أعود مرة أخرى للدكتور خالد الهميل. دكتور خالد، تتحدث عن أهمية دعم التحالف العربي للرئيس هادي وحكومة بن دغر، وهناك تعويل حقيقة عليهم في إسنادهم في الموضوع في الملف المالي والاقتصادي والاقتصاد على شفا الانهيار. إلى أي حد دول التحالف العربي وتحديدا دول الخليجية والمملكة العربية السعودية هم مستعدون للقيام بواجبهم والوقوف مع حكومة هادي وبن دغر؟ يا أخي أنا أتكلم بكل وضوح، دعم الشرعية اليمنية هو دعم لدول التحالف. عندما تدعم دول التحالف الخليجي الشرعية تمكنها من استعادة صنعاء، وينبغي أن تستعاد صنعاء بالسياسة أو بالقوة، وينبغي طرد الحوثي منها بالسياسة أو بالقوة، ويجب أن لا تفرض صنعاء مظلة سياسية لإنقلابيين. هذا واحد. اثنين، أعتقد أن دول الخليج تدرك مخاطر الحوثي والمخلوع، وتدرك أنهم ركيزة لإيران، ركيزة للاستكبار العالمي الذي تدعي إيران، وهي تمارس اللعبة مع الغرب، وهي تنبطح لأمريكا وروسيا، بل وصلت لإيران أنها تؤجل قاعداتها العسكرية لروسيا خلاف لدستورها العنصري الشيعي وليس الإسلامي. أعتقد أنه ينبغي دعم الشرعية اليمنية عسكريا، اقتصاديا، سياسيا، أمنيا، إعلاميا، لأن في هذا هو حماية للمنطقة الخليجية وللدول العربية بشكل كامل، ومنع أن تنفذ إيران والفرس والطوائف العنصرية الأخرى التي تذبح الشعب السوري والشعب العراقي والشعب وتهيمن على الشعب اللبناني بكل طوائفه. ينبغي منع هذه الطوائف والدولة الفارسية والرفض الضغوط الأمريكية في عهد هذا الرئيس الغريب العجيب الذي رأينا كلمة اليوم في مجلس الأمن. هذا يتحدث ليس كرئيس دولة، إنما كأستاذ جامعي مسترخي ينظر ورجل طيب. عجيب ربما حديث ربما خطاب ليس موضوعنا في هذه الحلقة. الخطوة التي اتخذت من قبل حكومة هادي وبن دغر، إلى أي حد تعتقد أنها ستسهم في حسم المعركة سواء سياسيا أم عسكريا؟ ستسهم بشكل كبير. لماذا؟ عندما تسيطر على اقتصادها، عندما تسيطر على مواردها، عندما تسيطر على إنتاج بترولها وموارده، هنا تتمكن من الصرف على شعبها ومدنها المحاصرة وغير المحاصرة، وتعمل بشكل جيد لحصر ومحاصرة الحوثي والمخلوع في بطخة واحدة بخطوة أخرى وهو إزاحتهم من العاصمة. أنا لا أرى مبرر واحد بقاء الحوثي في العاصمة. هذه يجب أن تسقط هذه الذريعة السياسية، وأعتقد أن قرار الرئيس في نقل البنك المركزي وحكومته أعتقد قرار صائب وجميل بل وعظيم. ربما الجميع متفق، ربما الجميع متفق دكتور خالد منذ أن بدأت عاصفة الحزم أنه لا مبرر لبقاء الحوثي في صنعاء، لكن للأسف بعد عام ونصف حتى الآن ولم يستطيعوا أو لم يحد يستطيع حتى الآن إخراجه من العاصمة صنعاء. في موضوعنا أيضا وموضوع ردود الفعل، توقعاتك لردود الفعل المتوقعة من المؤسسات النقدية المالية العالمية، ماذا تتوقع؟ هل تتوقع أن نشهد مواقف مفاجئة ترفض هذه الخطوة؟ أولا، الحكومة اليمنية حكومة شرعية، ومن عارض توجهات وقرارات الحكومة الشرعية فهو يعارض قرار مجلس الأمن الذي اعترف بالحكومة الشرعية وبرئيسها، فهذا يعتبر إخلال بقانون الدولي والشرعية الدولية. من رفض هذا؟ ثانيا، الغرب يا سيدي لا يحترم الذي يهاجره، يحترم الذي يفرض رأيه. أمريكا لا تحترم من يقولها سم وينسق معها، أمريكا تحترم من يحمي مصالح شعبه. الرئيس هادي وحكومته أعتقد بهذا القرار اتخذوا القرار لحماية شعبهم واقتصاد شعبهم ليصرفوا على أمتهم من الجوع والضياع والقتل اللي يمارس عليهم الحوثي والمخلوع. نتمنى أن ينعكس هذا القرار بالخير على الشعب وأن تخف أيضاً.
تخف قليلا من الأزمة والمعاناة التي يمر بها أبناء اليمن. شكرا جزيلا لك دكتور خالد الهميل الأكاديمي والسياسي السعودي، وأيضا الشكر موصول للدكتور سليمان الناصر الباحث في الشؤون الاقتصادية، وأيضا الشكر موصول لمختار الرحابي سكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث، تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة محمد القاسم، في أمان الله.